عنده شانس مع ثاني نص، هل نذهب للأوفر تايم؟ هل بيسجل حكم الكرة عند جلسان جيبسون؟ جلسان بياخذ تير راوند جمبو. أي السلوية أو جمعية سلا المغربي. المباريات دور الربع النهائي تحددت، والأهلي بنغازي سيلعب غدا في المباراة والظهور الثاني في مباراة دور الربع النهائي. إذن هالمباراة تبدأ، الأهلي بنغازي يبحث إنه يلعب مباراة حلوة، يقدم مستوى جيد في هالمباراة، يحاول الاستفادة. عموما محمود سعيد اللي بيشترك في أول مرة في التشكيلة الأساسية. جوناثان بيأتي بثري بوينتس جديدة له، وسفيان جومانجي عم بيرد. باسل حرفوش بيحاول على آخر ثانية. 22-21 أهلي بنغازي عم بيتقدم على الحكمة. جوناثان جيبسون محاولته الأخيرة حسبت 2 بوينتس وليس 3 بوينتس، نقطتين لجوناثان جيبسون. عموما 22 مقابل 20 للحكمة. بكل الأحوال جوناثان جيبسون عنده 11 نقطة بالمباراة، هو هداف نادي الحكمة. رودي الحاج موسى عنده 6 نقاط، رضوان السلمان عنده 3، ماجوك 6 بوينتس، جيسي جون 6 بوينتس، وسفيان جومانجي سجل 4 نقاط. اسماعيل الجهمي يأتي بمحاولتين ناجحتين على مستوى الريباوند، وهناك عمر جمال الدين عنده 2 ريباوند. أفضل ممرر 10 بوينتس، غايف بيعمل سكرين، جيسي بمر، جيسي بيعادل، لا بمرر عند مين؟ عند محمود بالحاج، تمرير عند زيو، بياخذ كرة على الثري. هاي الثلاثية الأخيرة لأدريس منصور، زيو هي الرابعة، لكن لو شفتوا كيف استلمها لفت من سايد لسايد. عموما أمامنا مشاهدين الكرام، هذا هو التكنيكال فاول اللي احتسبه الحكم، اللي احتسبه طبعا التكنيكال فاول على رضوان بن سليمان حكم الدولي السوري وسام زين. شكرا لمخرجنا المبدع أحمد إمام، قال له حتى المرة الثانية إذا بتعيدها راح أستبعدك من الملعب. لكن سفيان صراها، سفيان راح، الجمالجي مر، الجمالجي، الله على كريم عز الدين. مش معقول يا كريم، مش معقول يا كريم عز الدين. بلوك بي جيم، بلوك بي جيم، الروعة روعة روعة. كريم عز الدين ببلوك رهيبة رهيبة رهيبة. سفيان طلع، نوت ان ماي هاوس. واو، أجمل بلوك، أحلى بلوك عم بشاهده، أحلى بلوك عم بتابعه في بطولة دبي الدولية لكرة السلة. رهيب رهيب كريم عز الدين، واو، روعة 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 كريم، روعة كريم على سفيان جومانجي، وتحدى الجومانجي والمباراة ما انتهت. 4 ثواني ونص، 74-72. معقول في هيك في الباسكت؟ والله علقت عليها على المباشر، معلق عليها على الإعادة. قلت لكم هجوم رائع ودفاع روعة، سوبر ديفنس لكريم عز الدين. عمل كل شيء جوانجي، طلع لأعلى نقطة في الباسكتبول. كريم عمل جريت تايمينج، ما أحلاها اللقطة هاي. مو بس بعلق عليها، بنزل بصورها هاي اللقطة، هاي بنزل بصورها، ما أحلى هاللقطة. برافو سفيان جومانجي وبرافو كريم عز الدين، لأنه عملوا كل شيء فيها بصراحة.
كل شيء. الأفضلية كريم كان. أربع ثواني ونص على النهاية. الكرة للحكمة. أو الكرة للأهلي بني أهلي بني غازي بأربع ثواني ونص. الأوت على الحكمة. هل تأتي 3 بوينتس؟ وين جيسي جونز؟ جيسي جونز قد يفعلها. جيسي جونز صاحب 26 نقطة قد يفعلها. هل راح تروح لجيسي جونز؟ إدريس تأخر والله وداله إياها وداله إياها. هل يفعلها جيسي جونز؟ دراما مش معقولة، دراما مش معقولة. روعة 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 روعة. 2 بوينتس عم بيحتسب حكم اللقاء، ما عم بيحتسب 3 بوينت، لا احتسبها 3 بوينتس لكن متبقي ثانيتين. شو قصدك باثنين؟ شو قصدك باثنين؟ شو قصدك باثنين؟ 2 بوينتس ولا 3 بوينتس؟ يبدو 2 بوينتس، احتسبها 2 بوينتس. مخرجنا احمد امام عطينا اللقطه مش معقوله. عم بيكون في دراما حاليا. يبدو لمس الخط. يبدو لمس الخط. نرجع من جديد. حلو الجيم، حلو الجيم. انا شايف نشوفها أكثر من مرة. أوه صعبة 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 هاللقطة صعبة. لا 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 صعبة. لا لا خل أعطينا إياها بالسلو موشن. لا لا بدنا نشوفها قبل ما يطلع قبل ما يطلع. هي ثلاث نقط، هي ثلاث نقط مش نقطتين، هي ثلاث نقط مش نقطتين. القرار للحكام بطبيعة الحال مفروض تنحسب ثلاث نقط، مفروض تنحسب ثلاث نقط من جديد. يا ريت تعيدنا اياها كابتن احمد امام، يا ريت تعيدها كابتن احمد امام لو سمحت، يا ريت تعيدها كابتن احمد امام لو سمحت عشان نعطي كل حدا حقه على ارض الملعب. لو تكرمت كابتن احمد امام تعيد اللقطه يا ريت يا شباب من هالانجل، ونتركها نتركها شوي. خلاص هي ثلاث نقط، مفروض انحسب ثلاث نقط. هذا رايي الشخصي، هذا رأيي الشخصي واضحة للجميع. هي ثلاث نقط عشان كل حدا ياخذ حقه، لكن قرار الحكم على ارض الملعب. إذا ثلاث نقط بكاميرات المخرج المبدع أحمد إمام وفريق العمل. الحكم قرر يحتسبها نقطتين، إذا 74 74، الحكمة عنده شانس مع ثاني نص. هل نذهب للأوفر تايم؟ هل بيسجل الحكمة؟ الكرة عند جوناثان جيبسون، جوناثان بياخذ تير راوند جمبر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شو هالجيم؟ مش معقول مش معقول. اخر ثواني رح بيسجل الحكمه وبيربح الحكمه اول جيم لهم ببطوله دبي. مش معقول هالدراما، مش معقول. 3 بوينتس كان سجلها الاهلي من غازي، الحكم احتسبها 2 بوينتس لكن بكل الاحوال حاليا في 3 بوينتس عم تسجل الحكمه. يا ريت نشوفها كمان سلت جوناثان جيبسون قد ايه رهيبه. الحكمه عم بيربح 77 74 بثلاثيات جوناثان او جوناثان جيبسون. مباراة ما كانت بتقدم ولا بتأخر لكن كان فيها دراما رهيبة، مباراة روعة. جوناثان جيبسون بنقطة 29 وعم بيربح مع فريق الحكمة المباراة، لكن الحكمة بودع البطولة وإن شاء الله بنشوفه في بطولات مقبلة. الحكمة فريق قوي، تاريخ كبير، وإن شاء الله بيرجع لبطولات. الأهلي بني غازي رغم إنه سجل ثلاثية قبل شوي انحسبت نقطتين، لكن بنرجع وبنكرر الأهلي بني غازي راح يركز على مباراة الأهلي طرابلس في الدور ربع النهائي. الأهلي بني غازي فريق كبير وثقيل وجماهيره راح تنتظر القمة الليبية في الدور ربع النهائي أمام الأهلي طرابلس. أنا أشرف سمارة بودعكم، بقول مبروك للحكمة، ما راح أقول حظ أوفر الأهلي بني غازي، لا الجزارة بقولهم برافو عليكم وكل التوفيق في المباريات المقبلة للجزارة. برجو أن تكونوا استمتعتم معنا بهالمباراة. موعد غدا إن شاء الله مع مباريات بطولة دبي الدولية لكرة السلة. تحياتي أشرف سمارة وتحيات المخرج المبدع أحمد إمام والفريق المصاحب بالنقل التلفزيوني. إذن هاي اللقطة الأخيرة لسلة
جوناثان جيبسون على آخر ثانية، هيوج جامب شات، تيرا راوند جامب رائعة، سويش، والحكم بيربح هالمباراة. إذا مع هاللقطات بودعكم، نلتقي إن شاء الله يوم الغد.